السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ كلشي بخير، نتمنى ان شاء الله كل عام وانتم بخير. كي دوزتوا رمضان نتمنى ان شاء الله يكون داز بالعباده ديال الله ان شاء الله، ونتمناكم تكونوا ديما بخير. والدرس ديال اليوم ان شاء الله كما ديما معوداكم امنيه الجديد ثم الجديد ثم الجديد. اليوم جلابه ديكو برانسيس، قطعه الاميره. الديكو برانسيس شوفوا معايا، واحد لي ديكو تيكون واحد القطاعي تيكونوا هنايا. انا اليوم غنخدمهم لكم هي في القدام، الظهر غنخدموه عادي، ولكن لا ديكو برانسيس غادي تكون في القدام. الحصه فيه تقريبا ثلاثه ديال الدروس. الدرس الاولاني اللي غنوريكم اليوم الظهر عادي ولا ديكو برانسيس في القدام، الدرس الثاني اللي غادي يكونوا لي ديكو برانسيس في الظهر وفي القدام، والدرس الثالث اللي غادي يكونوا لي ديكو برانسيس سنتري. تيجي جلابه بحال لا غوب على المراه. يلاه على امان الله نبداو. اول حاجه القياسات، الكتاف درنا 36 4 25، لوبي 38، توغ دوسي 23، توغ دوبي 27، طول 130، وليمون 56. ما غاديش ننسى واحد المتتبعه اللي طلبتني باش نوريها العبار ديال الركيز. ان شاء الله في هذه الحصه غادي نوري كيفاش تاخدي الركيز ويجي المراه هو هذاك، ما يجيش واسع ما يجيش عليها ضيق. يلا على امان الله. اول حاجه غادي نقاد الثوب. بون باش داكشي اللي شايط ما عندنا ما نديرو به. بون من بعد غادي نحسب القاعده ديالي، نحط حدايا مثلث. شوفوا معايا ا بي أ بي اللي هي الربع زائد واحد، 25 زائد واحد هي 26. نحسب 26، نزل بها حتى لحد الطول. أنا باقي ما حسبتش الطول. الطول درنا 130، 130 زائد لوغلي 8 سنتيم 138. بون غنسطر ديما زاوية قائمة ونسطرها بالمثلث. صحة هادي نلاقي دابا النقاط اللي هي ربع زائد واحد 25، كل واحد ربع ديالو، يعني عندك ربع 30 زيدي واحد هي 31، أنا عندي 25 زدت واحد هي 26 سنتيم. بون صافا، يلا شوفوا معايا مزيان. أنا حسبت هنايا، بديت من هنا، ولكن يستحسن انا عندي لي طاي صغار ما عنديش فيهم مشكل، يعني قادني الثوب. للفريد كانت شي مرا اللي هي عامره ديروا لوغلي هنا، لوغلي تكون في هاد البلاصه. بو انا عندي القياسات صغار، انا عندي هاد البلاصه قاداني، قاداني للظهر وقاداني للقدام. نتوما الا كانت المرا يعني عامره عندها 34 32 يستحسن حسبوا لوغلي هنا وبداو بالمقلوب الداخل في الخارج. رجعوا رجعوا للدرس اللي فات، يعني الفيديو يمكن واش الثالث ولا الرابع، وشوفوا جلابة داخل في الخارج راه هي غتفهمها مزيان. انا عندي لي طاي صغار، بون غنبدا عادي من الفوق. بون شوفوا معايا، من بعد ما درت ابي بي سي بي سي اللي هي 25 ربع نيشان ما نزيدش سنتيم، 25 هنا 25. بون صافا نسطرها. ا دي ا دي اللي هي 36 الكتاف على جوج زائد واحد، 36 على جوج هي 18 زائد واحد هي 19. نحسب 19 سنتيم، نحسب 19 سنتيم. نتمنى يكون واضح هذا، راه خط متقطع ندير. بون صافا نحسب 9 سنتيم، واحد ونص يعني سنتيم ونص، ونجيبو داير نطيح الكتاف بثلاثة سنتيم. هادشي راكم حفظتوه معايا دابا. شكرا على التعليقات الزوينين اللي تتحطو لي، شكرا بزاف عليكم. بون هاد لا ديستونس هادي كلها نقسمها على جوج. هنايا شوفوا معايا، قلت لكم تندخلو بسنتيم. هادشي راه ديال لا كارير دوفون ولا كارير دو، راني قلتها لكم يعني في الدروس الاولى، وريتكم كيفاش تخدموا بلا كارير دوفون وكيفاش تخدموا بلا كارير دو. الا جيت نعاود لكم غادي يجي لا فيديو طويل، تنحاول باش يجي شويه قصير. انا هنا غادي ندخل هي بسنتيم. يلا شوفوا معايا مزيان، هنا غادي نهضر لكم على الركيز اللي طلبات لي المتتبعه. من بعد ما حسبتي لا كارير ديالها، انا هنا درت سنتيم، ولكن ترجعي للدروس الاولى راه غتلقاي لا كارير دوفون ولا كارير دو باش تخدمي.
عندنا ثلاثة ديال النقاط هما هادو غادي نلاقيهم. ركزوا معايا مزيان، هادشي اللي غادي نوريكم دابا. من بعد ما سطرت لها الركيز هنا طلعت لكم بجوج سنتيم، في الدروس الاخرين ممكن تطلعوا بجوج بربعة حتى لستة سنتيم. قد ما كانت المرأة يعني عامرة عندها الصدر قد ما هنا تنطلعوا، قد ما كانت المرأة ضعيفة بحال هاد هادي درنا 25 نقدو ما نطلعوش. يعني راه قد ما كانت المرأة عريضة وعندها الصدر ديالها عندها لابواتخين خارجي، يعني خاصنا نطلعو هنايا تتوصل حتى لستة سنتيم. أنا غنوريكم الطريقة اللي ديرو باش تبقاو إن شاء الله تجيبوها هي هادي. شوفوا معايا في المانكا بالنسبة للركيز كيفاش نعبروه، هادو هما يديها، هادي هي الدورة، تنقبضو على تنقبضو السنتيم على 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 الركيز ديالها. الركيز هو هذا، تتزيري عليها على الركيز وتدخلي ربعة ديال الصباع، ربعة هكا ربعة يعني مزيرة عليها هكا على يديها وتدخلي ربعة الصباع. داكشي اللي لقيتي تتقسميه على جوج، لقيت 24 24 تتزيدي عليها جوج سنتيم ديال الخياطة هي 27 24. شوفي نعاود مرة أخرى، عبرت لها الركيز هكا وخليت لها ربعة ديال السنتيم ديال الصباع، تقريبا ربعة الصباع ديالك هكا الفرق ربعة ديال الصباع. داكشي اللي لقيتي قسميه على جوج، واللي لقيتي زيدي عليها جوج سنتيم. نتمنى يكون واضح، هذه احسن طريقة اللي يمشي العبار نيشان وما تحشميش مع الناس. بقول لقيت 27 تنجي من هنا من هنا ونعبر الدورة حتى نلقى 27. انا لقيتها هنا، لقيت 27 هنا، يعني هاد البلاصة غادي تولي تصايبيها بلا ريغل غوند، يعني ما تتبقيش تتقولي واش غنطلع بجوج ولا غنطلع بربعة ولا نطلع بستة. هاد القاعدة تتعطيك عبار، كوني هانية، هاد الطريقة غادي تعجبك بزاف وغادي تطبقيها وغادي ترحميني عليها. وما تنساوش الرحمة للوالدين. يلا نتمناو يكون واضح. اول حاجة غنحسب لوبيس، انا ديجا راني شرحت لك لوبيس اللي هو 38 لالين دو تاي، تيتغير كاين اللي عندها 40 42 كاين اللي عندها حتى 50 على حسب الغل ديالها على حسب الطوله ديالها. يلا شوفوا معايا، من بعد ما حسبت لوبست شوفوا معايا تنحسب من هنا لهنا تور دو سي، الدوره ديال الحزام ديالها راني قسمتها على 4 تعطيني 23. رجعوا لي فيديو الاخرين. بون غادي نوقف هنايا، غادي نقول لكم كنت وعدتكم، شوفوا معايا هنا كنت وعدتكم باش غادي نوريكم قياسات اخرين اللي جا هذاك القياس اللي فوق الدراع صعيب، غنوريكم الطريقه اللي غتجيكم سهله. يعني كنت وريتكم الربع تناخذوه على هذا الشكل فوق دراعها فوق الدراع وتنقسموه على 4. الطريقه اللي جاتكم هذه صعيبه عندي لكم طريقه واحده اخرى، تنقبض تور دو بواتخين لو تور مزير البنات، زيرو تور دو بواتخين لاصقه، داك الشيء اللي لقيتو زيدوه ليه 10 وقسموا على 4. شوفوا معايا، خزيت لها يديها عبرت الدوره كامله مزيره، زدت 10 سنتيم وقسمت على 4. نفس الطريقه طبقوها لا في لاتاي ولا في الباسه، نفس الطريقه نعبر لها السمطه ديالها مزيره نزيد 10 ونقسم على 4. داكشي اللي لقيت نزيد عليه 10 سنتيم ونقسم على 4. نفس الطريقه تور دو بي تور دو باسه حتى هو مزير، داكشي اللي لقيت نزيد عليه 10 ونقسم على 4. نتمنى يكون واضح، يعني الطرق بجوج بهم زوينين، غير اللي ما عجباتوش الطريقه الاولى ها الطريقه الثانيه وتتجي 100%. ما تخافوش من القياسات اللي تنوريكم ونتمنوا تجربوا وتكتبوا لي. يلا نكملوا. بون من هنا لهنا غادي نحسب الصمطه ديال المراه، ها هي تور دو سي، انا قسمتها ديجا على 4 عطاتني 23، غنحسب 23 زائد 1، نسطرها لكم باش تبان. 23 زائد 1 هي 24 سنتيم، 24 سنتيم. بون غادي نسطرها، نسطرها للفوق هاك للفوق هاك. نحسب الايفازي، الايفازي على حساب يعني نديرو حنايا 42 سنتيم، اللي ما بغاش يدير الايفازي ما يديروش يخليها نيشان. غادي وريتكم جلابه اللي عاديه وريتكم جلابه الايفازي. بون صافي شفتوا معايا، وديما تنقول لكم ما نساوش ما نساوش هاد الدوره هادي، الدوره ديال هنا باش ما يجيش ديال هنا باش ما يجيش داك هذاك القنت هكا، يعني تيجي بحال هكا ف
فهمتي يعني تيجي بحال الشوكه تيمشي داير. كيما عودتكم الجلايل ما نساوهمش، نقسموا هذه المسافه هذه في النص فين ما جات، ونجيب لا ريغل روند ونقاد الدوره الجلايل. هذه الدوره البنات ضروريه ما تنساوهاش. بون القاعده ديال اللي هم راكم عارفينها ما نعاودها لكمش، يعني رجعوا لا فيديو الاولاني. من هنا لهنا تنحسب الربع ديال المراه في جوج ناقص الربع في جوج مقسومه على ثلاثة، الربع في جوج مقسومه على ثلاثة، داكشي اللي لقيتو تزيدوا عليه ثلاثة اولا تزيدوا ستة. كانت المراه قصيره زيدوا عليه ثلاثة، كانت المراه طويله زيدوا عليه ستة. علاش؟ باش يعطيكم العرض ديال اللي هم داك العظم ديال اللي هم، باش تاكدوا واش هاد الجلابه غتجي للمراه هي هذيك ولا غادي تجيها لاصقه. بون غنشوف هنا الباسه عندها 27 خاصها تجيني هنايا 27 زائد واحد خاصها تجيني 28. شوفوا البنات هنا جاتني 28 ونص، يعني مزيانه اللهم فايته واسعه ولا تجينا ضيقه. نتمنى هاد الدرس اللي ما فهمش هاد الشيء اللي قلت راني وضحته في لي فيديو الاولى. يلا مرحبا، نقطعوا على امان الله. بون صفا بسم الله، حاجه اللي ما واضحاش كتبوها لي. بون غادي نقطع نمشي دايره. هاد الجلابه القدام فيها قطعه الاميره كما قلت لكم، فيهم دروس متسلسله باش تقطعوا لاباس كامله. بون يلا شوفوا معايا دابا، من بعد ما قطعت الظهر تنهز الظهر، شوفوا معايا الظهر نهزو ويتقلب يولي هاك باش يقدكم. بون صحفه شوفوا معايا هاد الجلابه البنات، هنا غادي نخليو الحاشيه ونخليو جوج سنتيم، غنقول لكم ديالاش الحاشيه وجوج سنتيم هاك، لان غادي نقول لكم ديال تاجيك جوج سنتيم اللي زدت، يعني بحال خليت ثلاثه الحاشيه سنتيم وجوج سنتيم. من بعد نقطع، انا نقطع وعاد غادي نوضح لكم علاش زدت هذاك الشيء. شيء خليت القدام تقريبا 3 سنتيم زايده على الظهر، غنعرفوا علاش. بون صافا هذا الشيء اللي شايط. من بعد ما قطعتهم القدام راه كبير، ها هو هذا الظهر، الظهر غادي نجمعو. من بعد ما جمعت الظهر غادي تشوفوا ركزوا معايا مزيان، غادي نقسم هاد المسافه كلها ونقسمها يعني ديال لا طاي ديال السمطه نقسمها على جوج، ونقسم هاد المسافه كلها ديال الايفازي على جوج. بون غادي نسطرهم غادي نلاقيهم. هذه هي قطعه الاميره. بون شوفوا معايا قطعه الاميره. بون شوفوا معايا مزيان، هنا قسمته على جوج ولتحت قسمته على جوج، غنقسم الركيز على جوج، الركيز على جوج. هنا غادي نجيب البيروكي بون صافي. شوفوا معايا هنا كاينه قطعه، هاد القطعه هادي غادي تاكل لي من الركيز جوج سنتيم، تنزل هنا بجوج جوج سنتيم باش نجيب هادي لهنا. علاش؟ باش ملي غادي تخيط ارجع لي ركيزي كيما كان. ما ننساش هنايا التقويره، نخلي سنتيم ونحسب تسعود تقويره الامام، تنقطع هنايا. علاش زدت هاد جوج سنتيم؟ يعني الربع القدام بحال فيها الربع زائد واحد زائد جوج، على حساب هاد لا ديكو برانسيس قطعه الاميره، حيت غادي تقطع غادي يمشي لي منها سنتيم هنا وسنتيم هنا، هي جوج سنتيم. بون غنقطع دابا هادي، وقبل ما غادي نقطع الدوره الا تذكروا معايا لا كارير دوفون، وحنا غادي ندخل هي بسنتيم القدام تيكون داخل بسنتيم
ونقطع هاد تقريبا هذا تيكون مقطوع على القدام. شوفوا معايا، شوفوا هنايا. من بعد ما حسبت نتوما تكونوا حاسبين لاكاري، انا ما غاديش نعاودها معكم في هاد الدرس، غندخليه بسنتيم ونجيبو داير على هاد الشكل. تنجي لهنا وتنقطع، شوفوا معايا مزيان راه تجي بحال الدرجه هاك. تنقص غير من حد الديكوب، شوفوا معايا هادي تتبقى زايده، شوفوا معايا، نتمنى يكون واضح. ومن بعد ننزل مع لا ديكوب فرانسوس. هادي ديكوب فرانسوس في القدام، ان شاء الله في الدرس الثاني لا ديكوب فرانسوس اللي غنوريكم في الظهر وفي القدام، وغنوريكم كيفاش تجينا في الوسط ديال اللسان ديالنا، يعني تجينا مطراسيه على النص على لا موتي ديال اللسان ديالنا، ان شاء الله تجي جلابه واقفه. ما ننساش نقطع التكويره. بون هاني كملت دوفون ديالي، ديما نعلم الظهر ديال الثوب. شوفوا معايا كيفاش تقطع الجلابه، شفتو؟ وهادو في الخياطه، كاين اللي تيخيطهم يدير الترسان، كاين اللي تيدير لهم واحد العوينات هنا، يعني لكم الاختيار في الخياطه. بون هنايا كملت هذا، غادي نشوف الكمام والقب. قبل ما نشوف الكمام والقب غادي نوقفهم لكم بالفنايه تيكون حسن باش يبان لكم اكثر، يبان اكثر. بون هنايا تنشد هاد لا ديكوب هادي، تردها بحال تردها لبلاصتها، تنقبض سنتيم هنا، واخا قطعت ما نخافش لان زايده ثمن جوج سنتيم ديال الخياطه لي ديكوب فرانسيس. قطعت الاميره هي هادي، نتمنى ان شاء الله يكون واضح. والدرس الثاني راه غادي نوضحو اكثر، لان غادي نخدم لي ديكوب فرانسيس في الظهر وفي القدام، غنعطيكم قواعد فيهم. والدرس الثالث غادي نوريكم الديكوب فرانسيس، ولكن اللي تيبغوا البنات تجي لاصقه على لاطاي، الظهر ديالها تيجي متراسي. نتمنوا من الله الخير. بون قبضت الديكوبات ديالي بجوج بيهم، نرجعهم داكشي اللي قطعت نرجعو كيما كان باش تبان الخدمه في الجلابه في القدام. ممكن تخليو في هاد لي ديكوب فتيحات في القدام، تجي فتيحه جوج فتيحات في القدام تيجيو زوينين، ممكن نسدهم كاملين. ها هي شوفوا معايا هكا تجي، شفتوا؟ بون صافي، نكمل لكم الجهه الاخرى. نتمنى ان شاء الله يكون واضح، تنحاول نوضح لكم باسهل طرق ولا قسم باسهل طريقه. نتمنى ان شاء الله يكون كل شيء واضح، وشكرا بزاف لكم البنات، شكرا على انا عجبوني لي كومونتير اللي تكتبوا لي، وهذا الشيء تيفرح باش نعطيكم اكثر واكثر ان شاء الله. بون كملت تحت عاد باش نفصل الكمام ونفصل القب. هو غادي نزل معاها حتى لتحت، نتراسيو قبل ما نجمع كلشي، نتراسيو الظهر، بون نتراسيو الكمام، سمحولي باقي لي الكمام والقب. تنطوي التوب تقريبا قياس غادي نستر قديما قد الثوب باش ما يمشيش لكم ما يقلش طول الكمام. الطول لي مونش 56 زائد 2 سنتيم هي 58، 58 سنتيم. نسترها
هادي نزل هنايا ب 13 سنتيم، 13 سطرها بون، نخلي 4 سنتيم وغادي نسطر هادي 13. هنقسم هاد المسافة هادي على جوج، وهادي في النص وهادي في النص، بحال قسمت هادي على 4، نطلع بسنتيم سنتيم. البيروكر راني وريتها لكم، تمشي من هنا دايرة تراسو بالبيروكي احسن. انا هنا غير باش ما يجينيش لا فيديو طويل، وديجا هادشي وريته لكم. تنخلي تنهز الظهر هو باش نخدم، نخلي سنتيم خارج ونحط على راحته فين ما جا. بون جاني هنا العرض ديال الكمام، كل وحده والعرض ديالها، ندير 16 سنتيم ونتراسي لا ريغل غونت. بون صافي بون، وغادي نقطعو. الكمام ديالنا هما نعلم الظهر ديالهم، هليموش باقي قبيب. شوفوا معايا بالنسبة للقب، ديما نتابعو الجهة مسدودة، ها هي جهة مسدودة هي هادي. نحسب الطولة ديال القب، بون غندير هنايا في 44 على 30، 30 44 في الطول و30 في العرض. غنطلع بعشرة ديال السنتيم، هنا ما سطرت لكمش وريتكم كي تسطرو، انا راه عندي تسطر في عيني، تنبقى داكشي هو هذاك ان شاء الله. هنا غنقسم الكل على جوج، وهادي عاوتاني على جوج، وهادي عاوتاني على جوج. نطلع بسنتيم ننزل بسنتيم، هادشي راني وضحته مزيان في لي فيديو الاولى. نجيب تقوارد الامام، نحط تقوارد الامام، شوفوا معايا ها الجلابة، ها الركيز، التقوارة ديال الامام نحطها فين ما جات، والتقوارة ديال الوراء باش يجينا القب على قياسنا. هنا من بعد نجيب هادي لهنا قبيبنا وجد. بون غادي نقطع، ديما نتاكدوا من الثوب واش مقاد. بسم الله، قبيبنا هو هذا. بون صافا كملنا، دابا خلينا نجمعوا الجلابه. ها القبيب نخليوه هنايا ارفع، غنجيب الظهر، الظهر هو هذا، نحيد هادشي منها ونجيب القدام، ديما الوجه مع الوجه. القدام هو اللي فيه لا ديكو برانسيس، نقبط السنتيم، شي راني وريته لكم. تنبغي نعاودو مره تنعاودو بزاف ديال المرات، هي باش اللي ما فهمش المره الاولى تيفهم معنا اليوم ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله يكون كل شيء واضح. بون غنجمع الكمام، شفتوا معايا الركيز وهذا. نشوف دابا الكميمات ديالنا، ديما الوجه مع الوجه، ونمشي مع الدورة كاملة. بون اي حاجة اللي ما فهمتوهاش كتبوها لي، راني تنقرا لي كومونتير كاملين. الحاجة اللي ما فهمتوهاش نعاودها معاكم، والحاجة اللي بغيت نخدمها معاكم ان شاء الله نخدمها معاكم. بون خاصنا يجينا الركيز هو هذاك، اذا شط لكم واحد سنتيم من هنا وسنتيم من هنا ماشي مشكل، لان على حساب الثوب. صافا كنحاول باش نقادو، بون غادي نجمع، ندير لكم الاخر باش عاد نجمع في مره احسن. بون هاد لا فيديو شويه غادي يجيكم طويل، ولكن ماشي مشكل، هي باش تفهموا اكثر. صافا صافي، بقى لينا هي الجناب، نوريكم القبيب
وي راكم عارف شفتوني كيفاش درت له. اللي مهم نوريكم لا ديكو برانسيس، قطعت الاميره صافي، ونجمع الشناب باذن الله. بون صافا، نجمعو دابا الشناب ديالنا، نبداو من الكمام وحنا نازلين حتى لتحت. نزل سنتيم سنتيم حتى لتحت، بون صافا. فاش غادي نحيدو علينا لاباز ان شاء الله، نبداو نهضرو على التواب، غادي نوريكم اللوان عاوتاني شنو تيجي مع هذا وشنو مع هذا. دابا خاصنا نحيدو هي لاباز ان شاء الله ديال الجلالب، هادو كلهم هاد لي باس ينفعونا في القفطان، غادي ينفعونا في التكشيطه ان شاء الله. حنا غاديين شويه بشويه، يعني غديروا راسكم بحال داخلين لواحد ليكول وتتعلموا، يعني سيروا بالدروس، سيروا شويه بشويه. راني غادياكم غاديالكم من لاباز من الاول، وكل مره تنزيدكم قاعده، يعني فاش تمشوا بشويه، لان ما خاصكمش تزربوا وتسبقوا فيديو على اخر. يعني سيروا، يعني سيروا داكشي متسلسل باش تقبطوا لاباز مزيان. نوريكم كيفاش جات في المانكا، نبدو العباية بون جلابة ديالنا. نتمنى ان شاء الله تكون واضحة، نشد غير فنيتات هنا تجي واقفة البنات، تجي واقفة على السطح. هنا شديت لكم غير باش يبان لكم، شوفوا معايا، شوفوا لا ديكو برانسيس. ما هادو قطعت الأميرة، نوقف لكم القبيب عليها دغيا. تبعوا البنات الطريقه، تبعوا الطريقه تعجبكم بزاف ان شاء الله، وغتجيكم سهله وكل شيء غادي يخرج لكم مزيان، حتى حاجه ما غادي تخرج لكم خاسره باذن الله. الطريقه راني تنحاول نوريكم ابسط الطرق باش هذا الشيء تطبقوه بسهوله. قبيبنا ها هو باش يبان لكم، ركزوا ليا على لا ديكو برانسيس. بون البنات بالصحة والراحة، نتمنى ان شاء الله يكون هذا الدرس نال الاعجاب ديالكم، ونتمنى ان شاء الله الحصص الاخرين تحضروا لهم، يعني تفرجوا فيهم، لان غادي يكونوا دروس زوينين ان شاء الله. يلا مع السلامة.